أخر ربيع ولك صاير معه شي؟ طب اتصلي فيه شوفي وين صار. هلا شي ربع ساعة إذا ما وصل بحكي. في صوت سيارة. أكيد هيدا هو. منيح على جربيع لشفنا ضحكتك. شو بقي بحبه كتير. وأنا؟ هلا وقتك أنت تروح افتح الباب. حمار، أنت واحد حمار، كيف خليته يهرب منك؟ هالشاب زكي كان عارف إني عم راقبه، بس ما خليني شك بالموضوع وهرب مني. لا يا زكي، لأنك مش نافع تركته يهرب. الله لا يوفقك. شو بدي أقول للبيك هلا سودت لي وشي؟ هلا شو بعمل؟ برجع وبنطر تحت البيت وبضل عم راقبه؟ لا يا فهيم، الخطة انكشفت وصار بيعرفك. كيفك فادي؟ الحمد لله، عايشين. ما بعرف شو بدي أقول لك، لأنه الواحد بهيك موقف ببطل يعرف شو بده يحكي. قول بدك إيه يا ربيع، قول بدك إيه. ما راح أزعل منك. ما تقول شي ربيع، شكر الله إنه خلصني من خليل. ليش سكتت؟ ليش ما قلت الحقيقة من الأول؟ كنت خايفة منه. ما حق، حتى أنا ما كنت بعرف إنه خليل إنسان شرير وبلا رحمة. ما تزعل مني فادي، بس مش بس خليل ما عنده رحمة، وأمك كمان. ما فيي أقول لك شي. شو أخباركم ربيع؟ والله ما ناقصنا إلا أنه تكوني مرتاحة. أنا هلأ مرتاحة، بس ما بعرف إذا رح ضلني هيك. صاير شي أنا ما بعرفه. أنا حبلة. حبلة؟ ألف مبروك يا أختي. يعني أنا رح صير خاله؟ بس إذا بيعرف خليل رح يجن جنونه. ساعتها إذا كان بده يطلق صار عنده حجة إنه ما يطلق. هيدا الولد ما رح يربطنا بخليل، ابني رح يضل معي. بس بدكم تنتبهوا منيح، لأنه مش رح يشيلكم من راسه. صاير شي معك ربيع حتى عم تحكي هيك؟ لما نزلت من البيت كان في رجال عم يراقبنا. كيف؟ ما تخاف فادي، عرفت كيف اتخلص منه. أكيد ما اجى حدا وراك؟ شو أنا ولد صغير يا فادي؟ أكيد خليل هو اللي بعته تيراقبك. ما بدها اثنين يحكوا فيها. منيح اللي نبهتيني، وقال لك كنت ماشي مثل الأعمى. إن شاء الله ريما مبسوطة باللي عملته فيه. هيدا الموضوع بنحكي فيه بعدين، بس انتو خبروني هلا شو ناويين تعملوا؟ أول شي بدي انطر نور لتولد. وبعد ما تولد؟ بعد ما تولد رح شوف شي محامي شاطر نرفع دعوة طلاق. رح اطلب تعهد من خليل انه ما يتعرض لا لإلي ولا لإله، وأي شي بيصير علي وعليها رح يكون هو مسؤول قدام الدولة. يعني هيك برأيك بتكون حلت المشكلة؟ إنه خليل رح يتركك بحالك أو رح يقبل يطلق نور؟ ما في ولا قاضي بيخلي مرة تعيش مع زوجها بالقوة. هيدي الأيام خلصت وانتهت، وهيك على القليل منعرف إنه ما بقى في حدا يأذينا لا أنا ولا هي. والولد؟ طبيعي الولد رح يصير صراع عليه بالمحكمة. أنت مستعدة لهيدا الشي نور؟ حيالله شي بيخلصني من خليل أنا مستعدة لإله، حتى لو بدي أوصل للموت. فظيع الإنسان، مش شايف مثله بحياتي. ورا رح تشوف خيه، خليل إنسان قلبه أسود. الله يسترنا منه. المهم أنت تضلك إخت حذرك من ريما، وعد خليها تعرف شي، وعد خليها تعرف أنا وين أو شو رقمي. وحياتك، هالمرة إذا بتعمل شي ريما حسابها رح يكون معي أنا. لوين ربيع بعد بكير؟ بدي لحق أوصل وحضر حالي لروح على الشغل. تبع حالك وسلمنا على البابا. بدك شي فادي؟ يلا خليني اروح معك، بصك على طريق العام. كون ممنونك. إذا هيك صار أكيد ربيع
يكون بيعرف نور وين وكان رايح لعندها. وقال ليش لا يهرب من الرجال بهالطريقة؟ وانت يا ايمن ما لقيت غير هالحمار تبعته وراه؟ والله يا بيك انا بعرفه ذكي وبضاي. بسيطة بسيطة. وين بدي يروحوا مني؟ رح لاقيهم رح لاقيهم. هلا او بعدين. ربيع ربيع خير خليل شو في؟ طلع شوي بدي احكي معك كلمتين. ربيع من الاخر بدي عنوان نور. ومين قالك انا بعرف وين عنوانه؟ بعدين حتى لو بعرف ليش لقيتك هو؟ حتى تروح تقتلها مثل ما جربت اول مره تقتلها؟ ما بدي شي منها. بدي اتفاهم انا وياها. بدك تتفاهم انت وياها؟ بوعدك ما رح اذيها، بس بدي اعرف وين عنوانها. ليش بدك تعرف عنوانها؟ ما تقلي مهتم فيها. نور من زمان بتهمني. اللي بتهمه مرته بجرب انه يقتلها؟ كل يوم بيضربها؟ كل يوم بيروح بيسهر مع بنت شكل ما بيرجع على البيت الا اخر الليل؟ رد سيد خليل، ليش سكت؟ اذا عن جد بهمك امرها اتركها بحالها. روح ابعث لها ورقه طلاق وانت خليك بنسوانك اللي كل يوم بتروح لعنده. وانساها. يلا عن اذنك. مشغولة؟ فوتي دارين. في موضوع حابة احكي معك فيه بس ما بتتفهميني غلط. عم بسمعك. بخصوص لقاي حداد. شو بيه لقاي حداد؟ انت صرت تعرفي طبيعة العلاقة اللي بينه وبين غادة والمشكلة اللي صايرة بيناتهم. ايه بعرف بس شو دخلني انا بالموضوع؟ انا بعرف انه انت ما دخلك بس بعرف كمان انه الشاب بده اياك. بس انا ما بدي. انا خايفه ما تقومي تقبلي فيه تكسري قلب غاده. كيف عم بتفكري هيك؟ معقول اقبل فيه وفي ولد بالنص؟ انا خايفه ما يضل وراكي حتى يقنعك. ولا ما بعرف ساعتها شو بده يصير. غاده اعصابها كتير تعبانه ومانا عارفه كيف بدها تلاقي حل لمشكلتها. ما تخافي مش رح أقبل فيه لا هلأ ولا بعدين. مش رح أكسر لقلبها لغادة. يعني بعتبر كلامك وعد؟ أي وعد. طيب في أطلب منك شيء تاني؟ تفضلي. في مجال أنه تحكي معه تقنعي أنه يتجوزها؟ هيك بدي أعتذر منك. هيدي المشكلة بالذات مني ناوي أتدخل فيها أبدا. ليش؟ بدون ليش. هيدا الشي بيناتهم خليهم هن يلاقوا الحل لمشاكلهم. فهمت عليك. رايح على شي مطرح؟ كيف الإيد؟ مرتاحة؟
مرتاحة ومبسوطة وبتسلم عليك. وقاعدة بمحل بعيد؟ لا مش كتير بعيد. لكن ليش تأخرت؟ كان في حدا عم بيراقبني، خليته يمشي وراي حتى ضيعته. أنت أكيد ما قدر يلحقك؟ أكيد أكيد، ما تخاف. هيدا الزلمة مش رح يرتاح حتى يلاقيها. الله ينجينا منه. يا ريت فينا نعمل شيء حتى نساعدها، يا ريت. هلا ما قادرين نعمل شيء قبل ما قبل ما شو؟ شو في؟ احكي. قبل ما تولد نور بابا. نور حبلي؟ ايه حبلي. والله مش عارف اذا بفرح او بحزن. فرح بابا فرح، هيدا الولد هدية من السما. اكيد اكيد، كتر خير الله على النعمة. بس المهم خليل ما يعرف شيء. المهم نحن ناخد حذرنا منيح وكل شيء بيكون تمام. شو بدك خليل؟ بعتقد خلص حديثنا بالسيارة. بدي بيتي. نعم؟ مثل ما سمعت ربيع، بدي بيتي والليلة كمان. ونحن وين منروح يعني؟ خلي اختك تدبر لكم بيت، او لقلك روحوا اسكنوا معها مطرح ما نخبيه. ما فينا نترك البيت الليلة. انا بدي بيتي الليلة، او رح احكي مع الشرطة تكبكم برا. ما فهمت، مين بدك تكب برا؟ انت ما تتدخلي بيكون احسن، لانه بعد ما نسيت شو عملتي فيه. ليك عم برجف، خوفتني. عمو فوتوا دبغراتكم. بس داليا خلص ربيع، دبغراتكم ورح تعيشوا عندي بالفيلا، فيكن تبقوا فيها قد ما بدكن، سنة سنتين خمسة عشرة عريحتكم. بتلاقي المفتاح عند الناطور. ليش عملتي هيك؟ لأني مش عايز الفيلا بقى، وما معقول اترككم تعيشوا تحت رحمة هيدا الكلب. وانت عمو كل شي بتعوزه والدواء اللي بدك اياه انا رح جيب لك اياه. ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقلي شي ربيع، فوتوا دبوا التيم يلا.